مجرد ذكر النبي إبراهيم في النص، في نص الكنز الجنز ربة، هذا يؤكد أن الجنز ربة متأخر على وجود إبراهيم، وإلا لما ذكره. أو نرجع لازم نتأكد، حضرتك قلت الجنز ربة مجموعة كتب، فلازم نرجع للكتاب أو النص اللي ذكر ورد فيه ذكر إبراهيم، هذا نعزله ونشوف إيش وقت مكتوب. إذن هسه هذا يدل على أنه إبراهيم سابق على على الأقل على توثيق الجنز ربة أو على كتاب الجنز ربة، لولا لا. هو بالحقيقة ممكن أنه في هذه الكتب اللي احنا ذكرناها بأنه تكون مكتوبة يعني بحدودها، فممكن جوانب من هذه الأحداث هي اللي أضيفت إلى الكتب. نعم. فعندما تتعرف جنابك أنه الأديان بعدين في احتكاكها ومعايشتها وغيرها من الأمور حاولت أن توثق أو تذكر، إلا الحالات اللي مسخت وجود المندائية، وهنا بحالات من التحدي فيها. فالمندائية ما تناولت هذه، ممكن أن يكون هذا الجانب أو هاي النصوص هي إضافة للموجود اللي عتها في أنه حاولت أن توثق. بمعنى عندما تناولت موضوع اليهود بوجوده أشارت إلى أنه إبراهيم هو نبي اليهود أو هو أب لليهود أو بهذا وجوده، فممكن أنه هاي النصوص هي مضافة إلى هذا.